كلاب سينكرونيزاسيون. السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم باش يكون على الانستغرام، كيفاش نجم نربح من الانستغرام في 2019. نفس الحكايه كيما اليوتيوب، كيما المدونه. سي باغ اكزومبل يوتيوب معروف برشا، عنده اودينس كبيره، يربح اترافيك لي فيديو نتاعهم. كيما المدونه زاد، اذا شخص قام بانشاء مدونه وبدات معروفه برشا ويدخلوا له اودينس برشا، دونك ماشي يربح منها. نفس الحكايه بالنسبه للانستغرام بالضبط. دونك سي عملت كونت انستغرام سواء بيرسونيل، معناتها الشخصيه مؤثره مديت، دونك مربوطين بها برشا عباد ويتبعوها، دونك مش تنجم تربح. بالطبيعه تنجم تربح من اطراف الانستغرام. ميم زاد اذا سي عملت البوتيك معين بيان برودوي معين تسوق له، عملت له كونت انستغرام بداو يتبعوا فيه برشا، باغ اكزومبل البوتيك هذاك، دونك باش تربح منه اطراف الانستغرام. دونك هذا ان شاء الله باش يكون موضوع حلقة اليوم. نشارككم طريقة طرق نقولوا كيفاش تصير العملية باش تربح من الانستغرام. دونك هذا ان شاء الله كل باش نقولوا بعد الفاصل. بالطبيعة بعد ما تعمل سبسكرايب للكتاب ومرة تفرج فيديوهاتنا وتكتيفي البوطون دي نوتيفيكاسيون، مهم جدا باش يوصلك فيديوهات القادمة تكون ديما معنا اجور. دونك يا جماعة ندخلوا فاصل ونرجع. رجعنا يا جماعة مع موضوع حلقة اليوم، كيفاش نربح من الانستغرام 2019. شنو الطرق المتاحة؟ كما تعرفوا نفس البرانسيب، سي يوتيوبر معروف يتبع فيه برشا عباد، نفس الحكاية سي انستغرام يتبع فيه برشا عباد، ولا مدونة نفس الهدف تاع الشركة. هكا شنو تلوج الشركة؟ تلوج على برودوي تسوق له، والبرودوي هذاك يروج له بيرسون انستغرام يوتيوبر مدون. هذا البيوت نتاع اي شركه. دونك اول كاستيون راهو بيتات رجع لبالي، قداش يلزمني عندي من متابع على انستغرام باغ اكزومبل؟ يلزمني اسكو 100,000 وانما 500,000 وبيان 10,000 كافيه؟ السؤال مش هذاك، خاطر ما عنده حتى معنى سي يكونوا عندك الاف ولا عشرات الالاف ولا مئات من الالاف من المتابعين، لكن يكونوا مزيفين وبيان ما همش مهتمين بالنيتش هذاك. دونك السؤال المهم اللي يلزمك تتسائل عليه هو النيتش. دونك انت اول حاجه يلزمك تفيكسي نيتش معين. دونك باغ اكزومبل اذا تقول تو مش نخدم على دومين الفيتمون الموضه البرودوي كوزمتيك، دونك هذا النيش انا مش نختاره، باش تولي تسوق للنيش هذاك. الانستغرام كان تلاحظهم الانفلونسور اللي يأثروا في بارتاجيو من مارك وإلا قطعة معينة من بوتيك يربحوا منها ألاف، كما قلناش مئات الألاف ولا غيرها. علاش؟ خاطر سي أنت بار إكزومبل متأثر بشخصية انستغرام معينة وتشوف هي خذات بار إكزومبل البرودوي هذاك من البوتيك هكا، اوتوماتيكمون بار ريفلكس حتى كي تخمم باش تاخذ البرودوي هذاك باش تمشي تاخذه من نفس البوتيك خذات منه، خاطر انت متأثر لكن الانستغرامر هكا. نستنجو انك تنجم تربح اترافير تسوق المنتجات الدعائيه، دونك تنجم تربح زاده اترافير التسويق بالعموله. كيفاش؟ انك تاخذ برودوي معين تبيع، بعد ما تقوم بالتسجيل في شركه اللي تبيع دي برودوي باش تعطيك ليان باش تولي تروج بيه، تهبطو على الكونت انستغرام تاعك. كل شخص يقوم وبيان يشري اكل برودوي هذاك، انت الشركه باش تعطيك عليها مقدار جزء من الربح. نجم سي انت تمترز حاجة بيديك، نجم انت تولي بار اكزومبل سي عندك خبرة كيفاش تصنع دو فيتمون ولا لا، تولي تبيع السلعة الخاصة بيك انت، او بيان تنجم تقدم خدمة مدفوعة خاصة بيك. دونك نتعداو البارتي الانفلونسور ونشرحوها. دونك اذا تنجح باش تكون انسان مؤثر العباد، دونك تاخذ بالراي نتاعك دونك تتاثر بيه. عملوا احصائيه على 5000 انفلونسور مؤثر، 42% من 5000 هذوكم قالوا انهم ربحوا كسبوا من التسويق المنتوج العلامه التجاريه ما بين 200 الى 400 دولار للتسويق الواحد. دونك شوف انت قداش يربح. تعدد سؤال اخر اكيد راك تسائل عليه بتاع في مخك، وهو
كيفاش نلقاهم العلامات التجارية ومين الشركات التجارية هذه باش نتعامل معها. كالأول أنا صدقني إذا عندك معناتها انفلونس كبيرة على انستغرام، عندك قاعدة جماهير كبيرة تتبعك، الشركات هي مش تكونتاكتيك وماكش انت مش تكونتاكتيهم، يجوك ليك انت. وفما دونك الكار الثاني انك باش تبحث على شركات والعلامات التجارية انك تتعامل معاهم، تبداو تتعامل معاهم. دونك باش تلقى عديد من الاسواق الخاصة بالانفلونسور التجارية باش تقوم بالتسجيل منها. تنجم دونك تنجم تدخل جوجل تابي الاسواق التجارية للانفلونسور تقوم تسجل بها، وبيان نجم توا باش نعطيكم كاسامي نتاع اسواق تقوم بالاشتراك فيها. دونك نلقاو سوق شوت كارت، سوق هذا مختص باش يبيع شوتوت، نلقاو زاد سوق الفوكار. دونك ما عليك الا تربط الحساب نتاعك سواء انستغرام ولا يوتيوب بالسوق هذا، يعطيوك كارد، الكارد هذي باش تقوم بالتسويق لعلامات تجارية اترافيرها. دونك نلقاو زاد سوق الجراب فاين، السيفي تفوت 5000 سبسكرايب، هنقولوا 5000 متابع على الانستغرام. دونك تنجم تقوم بالتسجيل في السوق هذاك جرافاين، وبالتالي يولي عندك اكسي للعلامات التجاريه اللي تنجم دونك تتعامل معاهم وتقوم بالتسويق المنتوجات. فما السوق الكرود تايب، دونك يلقى تلقى فيه خدمات. دونك سي في واحد معناتها يعمل لك مثلا ساعات يقول منك انك تنشا فيديو تحكي على برودوي معين وبيان مقالة، لكن الانكونفينيون الوحيد انه هذا التو يخدم ديسبونيبل جست كون في امريكا. دونك سي انت تعيش في امريكا دونك تنجم تتعامل مع السوق هذا. وفما زاد السوق اندهاش، سي في تفوت 700 فلاورز على الانستغرام، نجم تقوم بالتسجيل فيه وتولي تبحث انك تتعامل مع علامات تجارية في السوق هذا. نمشي توا لجانب اخر بعيد على الانفلونسر، حكينا شرحنا كيفاش الانستغرام وكيفاش تصير معناتها العملية باش تكسب مال. نجم تسوق بالعمولة الافلييت، نقولو سي بي اي. كيفاش تلقاو توا كنشوفو عدد من الشركات كيما بار اكزومبل اي باي، علي اكسبريس، امازون، جير بيست، بانجول، ساعات يقوموا بتخفيض كبير على الاخر. مثلا يجي اليوم تلقى برودوي عمل فيه بروموسيون 50%. دونك انت شنو باش تعمل؟ تدخل لك الموقع هذاك، تقوم بالتسجيل بالطبيعه، تقوم بالتسجيل كافلييت، تقوم بتسوق المنتوجات، باش تاخذ بار اكزومبل رابط كل برودوي اللي عملوا له تخفيض وتقوم بار اكزومبل بنشره على حسابك على انستغرام. وكل شخص مش يقوم بشراء المنتوج هذاك باسكو مش لقى فيه ديسكاونت كبير برشا، الشركه هذيك مش تكافئك وتعطيك نسبه من الارباح. حاب نعطيكم بار اكزومبل كلكو شركات اللي تقوم بالتسجيل معها للتسويق بالعموله، تسويق المنتجات. بار اكزومبل تلقاو الكليك بانك معروف برشا، نلقاو شركه ريوان ستايل، تلقاو زاد شركه امازون افلييت بروجرام. فما طريقة أخرى زادة تنجم تربح عن طريقة من انستغرام، هي إنك تنشأ المتجر الخاص بيك. دونك فما مواقع عديدة تمكنك باش تنشأ متجر تحط فيه البرودوي متاعك وتقوم بالترويج لك البرودوي أترافير دونك فوتر كونت انستغرام. وبالتالي هذه طريقة زادة من طرق الربح من الانستغرام. ونختم ان شاء الله باخر طريقه للربح من موقع الانستغرام، وهي عن طريق بيع الصور. كيفاش تصير العمليه؟ انه فما مواقع دونك سي انت مغروم برشا تاخذ برشا تصور على الانستغرام، تنجمك تصور هذوكم تستغلهم وتدخل المواقع بار اكزومبل كيما 500 بي اكس، فما 2020 انجلي وبعد نمبر اون شيفر، هذوما تنجم تسجل فيهم وتقوم بوضع الصور نتاعك على المنصة نتاعهم. كل شخص يقوم بتحميل الصور هذه يعطيوك نسبة من الأرباح. جسبير تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم، جسبير استفدتوا من الطرق هذه اللي تنجموا تستعملوها مع موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام باش تكسبوا مال منه في حصري في 2019 وبيان غيرها. كما شفتوا شاركناكم زادة طرق مستعملة حتى من قبل. دونك حطوني في كومنتير تحت الفيديو طريقه ان شاء الله مش تبدا بها وبيان طرق اللي مش تبدا بها. سي عندي كاستيون زاد ماذا بينا ونكونوا فرحانين برشا باش نشاركوا ونجاوبوكم، حطوني في كومنتير تحت الفيديو. وبيان سي عندك
موضوع تحب نطرق له الحلقه القادمه، معليش لا حطوني في الكومنتير، وموضوع وبين حلقه القادمه تكون الحلقه اللي اخترتها انت. كيف ما قلت لكم، تنساش الاعجاب بالفيديو، سبسكرايب والاكتيفي وتكتيفي البوطون دي نوتيفيكاسيون تري امبورطون باش تكون اجور وتوصل لك النوتيف على الفيديوهات القادمه ان شاء الله. نتاع نهايه الفيديو، باي.